مستمعين الأفاضل، حياكم الله في هذه النشرة الصوتية مع أخوكم خلفان بن ظاهر. اليوم إن شاء الله أحب أن أستعرض لكم كيفية قراءة وشراء الكتب من متجر جوجل وقراءتها على كتب جوجل، جوجل بلاي بوكس، من خلال البريل سنس بولاريس. طبعا نحن الآن في الشاشة الرئيسية في المين منيو. أول عنصر لدينا هو مدير الملفات، معالج النصوص، البريد الإلكتروني لهم، وسائل تحرك بالمسافة، تنظيم أدوات الويب، أضافات. طبعا هناك اختصارات راح نتكلم عنها بعد قليل، إعدادات التعليمات، متجر تطبيقات قوقل. طبعا يمكنك شراء الكتب من المتجر نفسه أو من التطبيق اللي هو جوجل بلاي بوكس. كافة التطبيقات، ندخل كافة التطبيقات واختصارها حرف الـ A، النقطة الأولى. طبعا هني عندي مجموعة من التطبيقات، أنا راح أدخل مباشرة على كتب جوجل. موسيقى جوجل بلاي، مستندات، كتب جوجل بلاي، كتب جوجل بلاي، ها هو التطبيق، نضغط الانتر. إذن أول عنصر لدينا عرض العناصر إجمالي من 1 إلى 5. نضغط الـ F3 اللي هو على يمين الـ Alt بعد المسافة. البحث في كتب جوجل، البحث في كتب جوجل، بإمكانك هنا البحث عن الكتب، وهناك طبعا كتب عربية وكتب إنجليزية. البحث الصوتي البحث الصوتي، فتح المكتبة، انتر كي للتحديد، فتح المكتبة. خلينا نشوف الآن، نتسوق في البداية. قوة الثقة بالنفس، من تأليف إبراهيم الفقي، تم تنزيل 100 مسافة. قوة الثقة بالنفس، طبعا هذا كتاب رائع للدكتور إبراهيم الفقي. باتن خيارات، قوة الثقة بالنفس، خيارات، تم تنزيل 100 مسافة في انتر كي للتحديد. يوميات جمال بن حويرب، يوميات جمال بن حويرب، هذا كتاب قمت بشرائه طبعا، تم قراءته. هذا الكتاب قمت بشرائه بالأمس. وطبعا جمال بن حويرب هو كاتب إماراتي، كتاباته بسيطة جدا، متعلقة أكثر شيء بحضارة الإمارات والقصائد. جمال بن حويرب بن تركي لمتحد، تم تنزيل 100 مسافة في لمن انتر موصى به لك. ما هذا الكتاب؟ بدن إظهار درجة تنقل انتر، بدن البحث في كتب جو، بدن البحث الصوتي انتر، فتح المكتبة انتر كي لمتحديد. قوة الثقة بالنفس، مدى بدن خيار، عدنا إلى نفس القائمة. تم تنزيل 100 مسافة. أوكي، نضغط الاسكيب. كتب جوجل بلاي، مرة ثانية نفتح التطبيق. البتن إظهار درجة تنقل انتر كي للتحديد. نروح للغين، نروح للقائمة. بتن البحث في كتب جوجل انتر كي للتحديد. بتن إظهار درجة تنقل انتر كي للتحديد. تسوق انتر كي للتحديد. ها هو تسوق. طبعا أنا رحت إلى آخر العنصر بالضغط على المسافة والنقطة الرابعة والخامسة والسادسة على أساس نوصل للتسوق بشكل أسرع. تسوق انتر كي للتحديد. هنا بإمكاننا أن نتسوق الكتب، نشوف الكتب الموجودة أولا. بتن إظهار درجة تنقل انتر كي تسوق. بتن بحث انتر كي للتحديد. هنا بإمكانك البحث عن الكتاب موصى به لك. دعونا أن نبحث عن كتاب الشيخ محمد بن راشد، ومضات من فكر. بتن بحث من تركي للتحديد. إدت بوكس تسبب البحث عن الكتب والقصص الهزلية. طبعا ظهر الشرطة، ظهرت، يعني بإمكاني الآن أن أكتب واو، واو، ميم، ضاد، ضاد، ألف، تاء، ومضات، من فكر، فكرة، متجر،
كتاب آخر ما قل ودل ومضات أظهر العنوان كامل هنا. طبعا مع العلم أن كل النص الذي تسمعونه الآن هو بإمكانكم أن تقرونه على شاشة برايل على السطر الإلكتروني بشكل رائع وسلس جدا. بإمكانك تستخدم Grade 1 أو Grade 2 اختصارات أو من غير اختصارات. طبعا هذا كتاب إنجليزي، هناك مشكلة في التحويل الآلي في الحقيقة في هذا الإصدار، لذلك يستحسن أن نعتمد على برايل في هذه الفترة إلى أن يتم إصلاح هذه المشكلة من جوجل. طبعا إذا بغيت شراء أي من هذه الكتب فقط عليك أن تختار الكتاب بالضغط على الانتر، ثم راح تظهر لك رسالة لتأكيد الشراء، اضغط طبعا على قبول. بعد ذلك سيتم تحميل الكتاب سواء كنت في متجر جوجل أو إن كنت في متجر الجوجل بلاي بوكس. الكتب جميعها راح تكون موجودة هنا عندك في المكتبة أو في الرف اللي هو في جوجل بلاي بوكس. نروح للشاشة الرئيسية، نرجع الكتاب في سليبن حن عندما الرئيس إدمت مرس تسعة تتسوق. نرجع بعد بتن إظهار درجة تنقل تركي لمتحدي. طبعا على أساس ترجع عليك أن تضغط على F4، هو مفتاح الهروب على الكيبورد العادي، يعمل نفس الوظيفة. بتن البحث في كتب جوجل، بتن البحث الصوتي ينتر كي البحث الصوتي ما نريده. فتح المكتبة، خلينا نفتح المكتبة الآن نشوف شو عندنا. درجة تنقل ينتر كي لمتحديد المكتبة، بتن التصنيف ينتر كي لمتحديد، بتن بحث ينتر كي لمتحديد، لست الكتب ينتر كي لمتحديد، قائمة الكتب ينتر كي لمتحديد، نختارها. ما عندنا رفوف في الوقت الحالي طبعا. رح نعرض جميع الكتب. قوة الثقة بالنفس بقلم دكتور إبراهيم. نفتح الكتاب هذا. تحويل النص إلى كلام غير متوفر لهذا الكتاب. طبعا للذين يستخدمون أجهزة أندرويد كجهاز ذكي من سامسونج أو بيكسل، قد تجدون أن هذه الكتب غير متوافقة مع قارئ الشاشة توكباك، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في جهاز البريل سنس باستخدام قارئ الشاشة الخاص من هيمز بريل سنس بولارس، جميع الكتب متوافقة مع قارئ الشاشة، أغلبها على الأقل. سياسي مع تسعة لابد للإنسان أن يكون في تحرك وتطور مستمرين، وأن يساعد نفسه على اتخاذ القرارات، ولا يقول لم يعد هناك وقت، ويقول لقد كبرت على أن أحدث تغييرا بحياتي، ومن أهم جوانب الشخصية التي هي في أمس الحاجة إلى الوقوف معها لاستدراك ما بها من قصور أو خلل. الجزء المتعلق ذلك لأن الإنسان إذا أفقد الثقة في نفسه فإنه لن يستطيع أن يحقق إنجاز، وسيكون وجوده في الحياة بلا قيمة تذكر. فحول المفهوم الذاتي والمثل الأعلى والصورة الذاتية والتقدير الذاتي والإنجازات. سأقوم الآن بإيقاف القراءة بالضغط على النقطة السابعة والنقطة الثامنة اللي هو الباكسبيس والأنتر. طبعا الآن النص ظاهر عندي في الشاشة هنا، سياسات مع تسع، في هناك بعض الأخطاء في البرايل ولكن ما في مشكلة. لابد للإنسان أن يكون في الياء ظهر على شكل ألف مقصورة، هذه قد تكون طباعة خطأ مطبعي، هل المشكلة موجودة أصلا غالبا. لابد للإنسان أن يكون في تحرك
أوكي. طبعا إذا بغينا ننتقل إلى الصفحة التالية نضغط المسافة مع النقطة السادسة. الصفحة التالية. هذه الصفحة التالية، نرجع للصفحة السابقة. الصفحة السابقة. طبعا النقطة الأولى مع المسافة أو النقطة الرابعة مع المسافة ما راح يسوي شيء. سياسي. نعم. تسعة. واو. 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 هناك بعض المشاكل في الحقيقة. ننتقل إلى الصفحة التالية، نشوف العنوان هنا. بعد مرور عدة سنوات قابلت هذا الرجل فقال لي: لقد حضرت الدكتورة، لقد كان يشعر أنه ببلوغه 70 عاما لن يعيش طويلا بعد. أوكي، إذا بغيت ننتقل باراجراف اللي هي عبارة أو باراجراف باي باراجراف، تضغط النقطة الخامسة والسادسة مع المسافة. إذا بغيت ترجع للوراء النقطة الثانية والثالثة مع المسافة. خلونا نشوف الآن، نكمل قراءة الكتاب. أنتم ممكن تستمعون إلى النص بالصوت وأنا قاعد أتابع بالبرايل. لك، فكان أورو يعيش كل لحظة في حياته وكأنها آخر لحظة، فعاش منتظرا الموت. إن كل إنسان لديه الثقة بنفسه بطريقة معينة، تجد خص لديه الثقة وهو يتكلم مع الناس أو مع زوجته أو مع أولاده. والشخص الذي يقول إنه ليس لديه ثقة تماما في كلامه غير صحيح. أحيانا قد تجد بعض الإشارات الغريبة تظهر لك على الشاشة أو على السطر الإلكتروني، فقد تشتت القارئ أحيانا، لذا ساعات نعتمد على الصوت ونتابع قد يكون أحسن في بعض الأحيان. الذي حدث أن مسافة علامة أكبر من تعميم الأمر ليقول ليس لدي ثقة. خصوصا هذه الإشارات مثل علامة الأكبر من وغيرها من الإشارات والشرطة وغيرها. خوف شديد، وسيشعر أن كل الناس أهم منه وأفضل منه، وسيعيش في ظلال الآخرين، وسيعاني من الإحباط والأوجاع النفسية. أي واي دبليو قطي اليورو. بل إن كل إنسان لديه الثقة بنفسه بطريقة معينة، تجد شخص لديه. أحيانا قد أجد مسافات بين كل حرف، كلمة ما تكون مكتوبة بشكل متكامل. أتمنى منذ زمن طويل أن أحضر الدكتوراه، فقلت له في أي مجال؟ قال: لا يهم، المهم أنني أتمنى أن تكون لدي الدكتوراه، ولكنني كبرت على الدراسة. الزمن لتكون حاصلا على الدكتوراه، قال: 4 سنوات. قلت: وأنت بعد عمرك؟ قال: 74 سنة. فقلت: وإذا حضرت الدكتوراه كم سيكون؟ أي واي دبليو قطي اليورو. بل إن كل إنسان لديه الثقة بنفسه بطريقة معينة، تجد شخص لديه الثقة وهو يتكلم مع الناس أو مع زوجته أو مع أولاده. فكل 8، لقد كنت في أحد المؤتمرات في القاهرة، ثم أتى لي شخص عمره حوالي 70 سنة، ثم قال لي: أتمنى منذ زمن طويل. طبعاً هذا الكتاب ليس خالياً من الأخطاء بسبب المطبعة نفسه والتطبيق اللي تم تحميله من المتجر. لذلك لو كانت هناك خاصية لإغلاق هذه الإشارات الغريبة سيكون شيء جميل للناس الذين يستخدمون أسطر إلكترونية. ولكن بإمكانك قراءة الكتاب بشكل كامل بدون أي مشكلة. إذن هكذا يتم تنزيل وقراءة الكتب من متجر جوجل بلاي. نكون هكذا قد انتهينا من استعراض اليوم، وسأكون عفواً وسأقوم بعمل استعراض آخر عن كيفية تحميل واستماع الكتب الصوتية من تطبيق آخر. شكراً لكم على حسن الاستماع.